يوم الأحد من الأسبوع السادس من الخمسين المقدسة. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته على جميعنا. سبح يا أورشليم الرب، سبح إلهك يا صهيون، تهب ريحه فتسيل المياه. المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري يوحنا البشير، التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن لم تطلبوا شيئاً باسمي، أطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملاً. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضاً بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. قال له تلاميذه، هو ذا الآن تتكلم علانية، ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ولست تحتاج أن يسألك أحد. لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع، الآن تؤمنون؟ هو ذا، تأتي ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركوني وحدي. وأنا لست وحدي، لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والمجد لله دائم.